كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. هاد المره ما قلتش صباح الخير لان هاد المره انا من الدار كنشرب معكم بريداتاي. قلت نتكلم معكم شويه بصراحه. تعلمت فعلا علاش اللي كيدخل يوتيوب كيبدا يدير فيديوهات كيولي ديما خصو يدير فيديوهات ديما خصو يدوي. فعلا كتلقى كتحس بحال انت راه جالس معكم كندوي معكم فتوحشكم. فقلت ندير هاد اليوم ما نزلتش من الدار. بريداتي كان عندهم امتحانات وهذا وخا باقيين صغار كنت مشغوله معهم في الامتحانات. فقلت لا لازم ندير فيديو ندوي ونتكلموا مع بعضياتنا. المهم اليوم هذا الموضوع لينا احنا كنساء عندوي فيه على احنا العيالات كنهملو شويه راسنا ملي كنولدوا وليداتنا كنديروا هذا. فهذا الموضوع عندوي فيه علينا احنا كنساء. بغيت نقول لكل مراه حبي نفسك بغي راسك. كاين بزاف اللي كيقول لك وانا ما حققتش طموحي وانا كنت باغا ندير واس. بالعكس عمرك ما تشوفي اللور. الا شفتي وراك عتبقاي كيما كيقول لا تبكي على اللبن المسكوب. صافي الحليب راه طاح عتبقاي تبكي عليه؟ واش عاد جمعي واش عاد تشربي؟ ابدا. بقات حاجات ما قدرتيش توصي داكشي اللي كنتي دايره على بالك. شوفي دابا دابا وقولي جيبي ورقه وستيلو قولي دابا انا اشنو عندي للقدام انا شنو بغيت. خصك في الاول تعرفي على نفسك. شوف في هذا الوقت ماشي الوقت اللي فات لان اللي فات صافي الوقت راه ساله. خصك تشوفي دابا انت شنو بغيتي. نجيب ورقه ونشوف كمان حياتي شنو فيها سلبيه. كما قلت نجيب ورقه وستيلو ونكتب شنو عندي ايجابي في حياتي شنو عندي سلبي. وخلي بالك حنا الانسان عباره عن سلبيات وايجابيات. فلازم تقبلي راسك بسلبياتك لازم تقبلي نفسك وديما وضعي ليكي بصمه. غيري في حياتك. ما كديريش الرياضه؟ ندير الرياضه دوخ. غير نزل نمشي غير نص ساعه في النهار نزل نتمشى. الوقت الحالي اللي انا فيه خلقي فرص جديده لحياتك. طوري من نفسك وعمرك ما تقارني نفسك بالاخرين. لان انت الا شفتي لا هذه دارت ولا هذه احسن منها وشوف شنو عندها ولا هي شنو عندي عمرك ما غتكوني سعيده. بسطي نفسك باللي عندك. خلي بالك حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد. خلقي جو ليكي لفدارك. كما قلت كل نهار فيقي الصباح صوبي شعرك قدي حالتك كوني زوينه. قولي اليوم انا غنفرح نفسي. عمرك ما تحبسي نفسك في المود ديال تاليش والحزن ما كيساليش. وحياتنا راها ماشي كامله ولكن ما نستسلموش. نعطي الحزن ولا التقلق ديالي نعطيها ساعه ساعتين نوض نصلي جوج ركعات ابخي نلبس نشغل الموسيقى نشطح نغني نخرج ديك الطاقه نكتب. وديما نوصيكم البنات بالقراءه القراءه والقراءه القراءه القراءه كتخرج الواحد من المود. حنا دايرين بحال داك البيبي اللي كتعلميه بحال داك الوليد الصغير اللي كيتولد كنعلمو حنا بحال هكاك. كلما خدينا اكتسبنا معرفه وقرينا كلما كنعطيو اكثر. كمان البنات السعاده كتجيب العطاء. ممكن حاجه بسيطه انا عن نفسي غنتكلم. الصباح كنفيق كناخذ الخبز اللي صافي ما ناكلوش كنفزكو بشويه ديال الماء وكنفرتو طاسه ديال الماء للعصافير. والله العظيم البنات ملي كنشوفهم كياكلوا كيتجمعوا الحمام والعصافير واحد الفرحه كتكون زوينه. والقطوط كمان. المهم كنحس براسي كندير شجره عليهم من البعيد وهما كياكلوا. وحوايجنا ماريو ديالنا كيكون عامر بحوايج كاين شي حوايج كاع ما كنلبسوهم نزلوهم. ملي ما عندنا ما نديرو بهم نعطيو. ملي كنتي راسك درتي شي حاجه كبيره فرحتي واحد وهذه في نفسها كتدخل قلبك وكتدخل لينا واحد الفرحه. شنو اخر كاين بزاف. خلي يقينك في الله كبير. خلي يقينك في الله كبير وربي خلينا ديما متفائلين. عمرك ما تقولي لا ودازت عليا لا ما قريتش لا كنت باغا لا انا قريت تعيت في الاخر تادي رساله. كتقري وليداتك كتعلميهم ولكن برضو عندك وقيته لنفسك ملي هما مشيو المدرسه. كما قلت نخرج ندير شويه رياضه نتمشى نشوف انا شنو بغيت. نكتب نقول انا باغي ندير واحد جوج ديال اليوتيوب ممكن ندير الرسم ممكن نمشي نتعلم شي حاجه ممكن بزاف د الحوايج نقدروا نطوروا بهم نفسنا وفي نفس الوقت نخرجوا من داك المود ديالنا. لان صدقوني هذه كتجي من النفسيه. عمرك ما تخلي نفسك حزينه ديما فرحي نفسك بنفسك. عقلي حتى واحد حتى واحد معي يفرحك وحتى واحد معي يخرجك. هذه كتجي من النفسيه. عمرك ما تخلي نفسك حزينه ديما فرحي نفسك بنفسك. عقلي
تواحد معي يفرحك وتواحد معي يخرجك. أهم حاجة تصالحي مع نفسك. عمرك ما تلومي نفسك على خطأ أو حاجة دست، صافي اللي فات فات. احنا ولاد كما كنقول، كما قلت في أول فيديو، احنا ولاد دلوقتي، احنا ولاد النهاردة بالمصري. فيك يغفر الأخطأ، انت ما تغفرش نفسك، صافي كان تعلموا. انت يمكن خطأتي ولا درتي شي حاجة خطأ في ديك العقلية اللي كانت عندك ديك الساعة، لكن دابا انت كبرتي ونضجتي وليتي حاجة تانية، فبالتالي ما تلوميش نفسك على أخطأ. فديما ديما 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 ما تقوليش لا صافي، لا انا غلطت، ما يمكنش ندير. لا، كل وقت ليه بدايه، بدايه جديده. قلبي على نفسك، شوفي انت شنو كتبغي وحقي. يقولوا الناس عايدوا، الناس عمرهم ما يسكتوا، والناس ديما عايتكلموا، فشوفي انت شنو باغا وديريه. واحد النهار معليش كيقطع ليا، فقلت واحد المره كنت مقلقه من صاحبي، كنت مقلقه، كان عندي واحد الظرف وكنت مقلقه والمغال هابط وهذا. فعدت لي واحد صاحبتي وقالت لي، قلت لها معليش ما عنديش المغال. قالت لي فاتي، هانتي ما عندكش المغال وهانتي مقلقه، غيرتي شي حاجه في الوضع؟ قلت لها لا. قلت لها ما عمرك ما يتغير شي حاجه، صافي ديالك غير يمرضك انت، يشرفك انت، ياثر على المود ديالك، على وليداتك، على دارك، وفي نفس الوقت يبقى الحال على ما هو عليه. اذا نعطي اكيد كنحسوا ساعه كما قلت، ساعه ساعتين، ونوض ونقول الامر بيد الله، نصلي جوج ركعات وابخي صافي شنو، لان الاقدر ماشي بيدينا. اهم حاجه البنات، اهم حاجه هي ديما ديما التصالح مع النفس. احنا كتله من الايجابيات ومن السلبيات، ولا قلبنا داخل كل وحده فينا غتلقاي بتلقاي حاجات انت مميزه فيها على واحد اخر. كل وحده فينا عندها بصمتها وميزه ديالها، المهم انت تكتشفيها وتخرجيها. ما تخليش نفسك حبيسه الكآبه ولا حبيسه الوضع اللي انت فيه. حسني، كوني راضيه عن نفسك. الا غليظتي حاولي ديري ريجيم، او لما قدرتيش ديري ريجيم تصالحي مع نفسك، حبي نفسك كيف ما انت، طوري نفسك بالقرايه بالعلم، تعرفي على ناس ايجابيين، بعدي على الناس اللي يعطيكوا حتى طاقه سلبيه. حنا فوقيتها ما ناقصينش طاقه سلبيه، حنا باغي اللي يعطينا هوب، يعطينا امل، ماشي يعطينا كآبه. لان كل واحد في داره، وكل اللي فين ما عتدوي معاك عتشكى ولا هذا، بعدي عليها، ما عندك ما ديري بها. لان فعلا 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 خصنا نعطيو لبعضياتنا طاقه ايجابيه، نخرجوا بعضياتنا من المود، نحلوا افاق. ما تبقايش حبيسه تغيير الوضع اللي انت فيه، او كيما قلت نحيطوا بعضياتنا بشخصيات سلبيه. راه كنا عندنا اللي فينا مكفينا، ولكن ملي كنتقابلوا كنحاولوا نخرجوا بعضنا. بالعكس، انت تعطيني افكار تحسن من نفسي، وانا نعطيك افكار تحسني من نفسك، وهكذا. فبغي نفسك، خلاص القول، ما تحاوليش تكوني حتى شي واحد اخر، ما تحاوليش تقارني براسك. خليك بصمه، ما تخليكش كتشابه مع شي واحد. رضي باللي ربي كتبوا ليك، وحاولي تصلحي من نفسك، لان لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الا بغيت من فاتي اللي كانت البارح وبغات تكون احسن من اليوم، راه تخدمي على فاتي ديال اليوم. انا كندوي على نفسي، انا عن قرار، انا عن حسن من نفسي، انا عن بزاف فينا ما كيهتموش بنفسهم، كمال عائلات ملي كيتزوجوا كيولدوا كيوليو غير وليداتهم والدار. ايه طبعا، ولكن حتى انت ليكي الاولويه، تنتي ملي تكوني الام، ملي تكون نفسية ديالك سعيده عليهم. فحاولي تخلقي السعاده لنفسك في دارك، مع وليداتك، مع الحاجات اللي تقدري تخدمي بهم وانتي في دارك، اللي تقدري يساعدوك، كتختلف من المرأة الأخرى. كنتمنى لكم. أهم حاجة في الآخر هو نتقبلوا نفسنا كيف ما احنا، بأخطائنا، بعيوبنا، بسلبياتنا، بإيجابياتنا. هذه أهم حاجة، تقبل الذات هي أهم حاجة. دي تاني حاجة، بغي راسك، لأن انتي رافقة راسك طول العمر، حتى حاجه ما كدوم. انت اللي غتبقاي مع راسك، فلا بغيتي راسك من الداخل غتبقاي ديما مبسوط. غذي نفسك بالمعلومات، قراي، شوفي داكشي اللي كتبغيه وحاولي تقراي، وسعي المعرفه ديالك. كاين شي بنات يقولوا ما عندناش الوقت، يلا مع الخدمه، مع الدار، مع الاولاد، ولا اللي جالسه في الدار. التنميه البشريه، حاولي تسمعي من غير معلومات عامه، حاولي تغذي نفسك بالمعلومات، غتخرجي من نفسك واحد الحوايج ما كنتيش عارفاهم. انا حسنا كندوي بزاف بصراحه، ما سخيتش بكم، ولكن هذا هو الميساج ديالي ديال اليوم.
من غدا بغيت كل مرة دير داكشي اللي قلت، بغيت كل مرة تفيق الصباح جديدة، هذا يوم جديد، غنكون واحدة أخرى، غنكون أحسن من البارح، وإن شاء الله أحسن من بكرة، غنهتم بنفسي، غنكون ديما زوينة، نشوف راسي زوينة، ماشي لتشي حد لي بياها في الماريو، سيري جبديها ولبسيها وتفركسي بيها لك انتي أي حاجة، انتي أولا، انتي أولا، انتي أولا. وسمحوا لي يا البنات، وان شاء الله نشوفكم البنات، هذا طلب مني، تفاعلوا معي، انا بغيت كل واحدة شنو النقطة اللي عجبتها وتكلمت فيها تكتبها لي في التعليق، وشنو هما المواضيع اللي بغيتو ندوي نتكلموا فيهم، يا ريت تكتبوهم لي في التعليق. نتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، نتمنى كل هذا تكون صوبات بردتي وقلت تكتصنت ليا، وان شاء الله نشوفكم فيديو ان شاء الله. باي باي، تصبحوا على خير.